اول ما كنت معكم في الفندق صح؟ جيت علشان اهلف الرهان عبد الله ترى قال تعال تعال علينا تعال ويجيك يحلق زلك صح عليك تعال عندي عبود انا يدعوني في الحاره لاجل عيد ايام كورونا اضبط ما انت اللي مقطع وجه الناس والله انا طلع في زلك شوف ثقه اي محل فلافل تشتغل والله على حسب انا زي فطوركم تعال تعال خلنا اضبطك تعال عبود شنو لا لا تعال هنا ايش ما شوف الحلاق في حلاق كذا لا والله في حلاق كذا كذا والله بس دمي صوت والله ما ادري لكم علمك عبود ايش نرتاح من دم دم عبود انت تبي متابعينك يروحون نصهم بس يا ولد انا ما رحت عياده بطنيه بس مو الموس خلوه بسكوت ترى بدي ينقطع جلدك يا ولد بدا الموس ذا تقليد ابو رياض لا لف لف عشان شوف سعد سعد كيف طيب خلنا بوجهك عبد الله عبود اقسم برب البيت والله يا عبد الله ان اشتغل بذمه وضمير والله دور الجهه ونجي سعد يلا عبد الله فرنجي تحلقني ورب المصحف عبد الله نفضل لك كذا عبد الله عايز فوضيك صح ولد انت فيك انت صاحي نبداك نبداك تمت امسك انت يا بلوتو نبداك انا الجهه هذه وانت الجهه امسك راسك داك انا اول شيء انا بخطط الزلت طيب الزلت بيطول ولا قصير يا رجال طيب ما انا جايب له بدون ما نحط ماء مبيع هذا لا نفضل خلاص اصبر شو سعد سعد خلني جالس رجال يبي والله يا عبد الله انا افضل لك كذا والله كيف تبزف نفسه لا ابغى نفسه اسمي انا نفسه امانه نفسه يا امانه والله اني اشتغل بذمه وضمير والله انا اعرف ذمتك تدور فيها طريله بسم الله توكلت على الله ما له داعي لا يا سعد يا ولد ابي اشتغل صح نفسه اني مظلوم فوكس دائما يسبوني واخويا يمشي تشوفون واحد صابون واحد لازم صابون لا ماخذ عندي لا ما في داعي انا حلق برايه احيانا طولته ما في ما عندك زلف انت اساس عط عط ساعه ساعه يا هلا انت زلفك مشبوك مو رضنك مسوي حوش على اذنك ابدا شو ابدا شو باقي لصق ثامر حطنا ثامر ها غسل الموس غسل الموس ثامر حلق جالس ليش تعال هنا عبود تعال ما عليك منهم ما عليك رم بحلق لك تعال هنا عبود تعال ما يقدرون اخوي علي الموت تعال سعد اصلا بحلق لك يلا انقلع اسمع عشان تنظف الموس اوه في الزلف ورني صراحه بطل في ذمتك اي والله اقسم بالله غهر اسعد علي يا مان توعدني عنك اي انت روح حلاق يقول انسدح يا اخي اضغط بحلق كوتك بسوي ماسك الموس عمان اي والله اني ضبطتك بس صح لك ما طلع شعر شو محمد شو تقول مقاطع اذني اذا طلع لحم تخاف اذني داخل تنفض النفض الثاني زغدي داخل ما له داعي ما له داعي شو كيوت الولد ها انت بتذبحها ولا بتحلق له لا تحلق عكس الشمايم بالسرعة هذا يزحمك فليت والله لو مسوي ليزر اصلا هذا يزحمك فليت ايش فيكم عادي ترى واضح انكم اصلا بس هذا مسوي غمز لي وانا طول حياتي انصح اعدل كلام الحين صار يعدل لي اه الدنيا ذكر تصويت عنده الله اذني دخلت صرت بدور اي احد مو معنا كنت انت ربع عمرك وهاي انا مستقبل وتر بيضاء الله يلفك كل وجه الناس يدورون لي وسط الله مين يدور لك ما في احد يدور لك ترى فاهم غلط انت ترى انت اذا ما حد خاك يقول رتك مع الصور صب ماء سعد صب ماء تك هاك اعطيك غرق ماء ايدك لا لا غرق وجهك وجه بعد اخوي علي بسم الله ايش سويت؟ والله يا زلف كنا مربع نحيف مربع نحيف. انت بتشوف وبتحكم. انت لا تقرب الزلف. حلق دونه. تعال ابقمي. تاتا. سكن سيف. ثلاثة. سيف سكن. ثلاثة وربع. عشان مو ما ادري دقني صار في. انا اللي بصلي صلاة لا انا اللي بصلي. ليه كلهم ترى ما عمرك تصليت انا. انا اللي بصلي. لا بصلي انا. اخوك سعد يصلي يا مشعل. لا. مش اخوك ليه طيب ليه بتخليه يصلي؟ غسل الجهد اخوي الصغير خلاص هات المات معي عندك اللي وحده ما اقدر خلاص ما اقدر كل شيء متى يكون الحماس في اخر حلقه صح؟ اي حلقه حلقه زلفك حبيبي امانتك فظبطني يا مان بس مشكله سكسوكه كيف يسوي؟
هو بقى ما جاء له ذحين ما لا في تكسير الله يسلمك أنا ما نجد عليك تاني كم أنا يحرم اللي مو في شعره قد نزلت هي الطلاق إني أشوف لحم في المضى مش حد مضى ما شو ما خرب الثوب ها أعوذ بالله أنت معك حق التلميع ذي في وجهك تلميع تنعيم أما قلت تلميع تلميع معامل وجه سيارة أنت عندك ذا تلعيم اسكت حبيبي أنت حلق تهرج اسكت بلا شيك هاي رقبة ساعة شوف ايش عندنا الفقرات بكرة ليها وش فيه شينا هذه مو بتفاحة آدم لي أنت بالي علي بالغلط هذه مع علامة الجمع بالي علي برني. نعم صح يا سعد أحسن انا كنت افكر في جهات طلعت عاقل صح ما انا صح فك خلني ثوب العون مضبوط نعم مثل الجمال عندك نعم نفاحه ادم يقول عنها طيب بدك نبغى ما ادري ايوه الصفر الشيء ادم عندك زي كذا بح الله منك يعني تكون بارزه ما عندك انت اسمها عندي لا ما عندك مين بارزه مين بارزه بس انت تطلع لك بس سعد الشهري ترى تفاحتك شلون احمر حمراء ولا خضراء مساء ترى سوداء سعد خلني احلق على راحت سعد شوف حقه سياب ما شاء الله هاي خلني احلق سياب لغلوق اشوف تفاحات لغلوق سعد سياب ليه ما تسوي عمل زاوية شعر زاوية لا تحلق عرض كله صغير ولا خلى كله شعر والله انا افضل لك راسك يصير تدري سياب عمرك سعد علي اسكت عندي شفت لو رحت مصورين ما يجون طيب حاطين على الطاوله عندهم صور ناس حبيت احسن من البدو طب حلو طيب واحد مدر حيم صورتك على عياده الاسنان عرفت دخلت تدري مدر حيم انت بدق بدون دق شكرك بعد عياده الاسنان البطنيه الله يسامحك الاعلانات تجي صورتي فن وصانع ترى بقطع حلو انت تذبه ما يجونك يلقون في الشوارع دكتور فلان جاء في مستشفى الفلاني ندمت انك قمت حلق ها عد حق لا اله الا الله احد بياذن ولا اروح انا اذا اذن قوم اذن ولد احس ان كلنا مصورين بنفس العقل ليه بس عقلنا مو غير ليه بس لاحظوا في ناس حاطه فلاتر وفي ناس لا نعم صحيح كلها الرسول هذه انت شوف عبد الله شراني الفلتر حاطه والله عبد الله شراني طق فلاتر وجهه مجهر حتى انت مبهر حتى انت لا والله ها وجه شوف وجهي انا يا اخي انا جمالي طبيعي 30 ريال تدري على حرام يا اخر شيء اخر شيء في شيء ما ادري انا ساعه ترى في الضموع مسجل تعبان رجال بالتهيل بالتهيل قصدك الا انت شوف صورتك انا مغولي كيف والله بلا رجع كتفك يا ابو شوف رجع اقل صورة ثالث والله خلاص خلاص لا هذه رجع لا بالله خل انت هنا الله يسلمك تقول مليون شعر تكفى انت زيد دقن هم زين انت زيد لا والله يا زلمه كبير العلم ما يشبك والله ولناخذ قسطا من الراحه لا تغلق صحيك على الصلاه وقفت الصلاه اوه انا رقبت يا رجال هوني عن بطنك يا عبد الله ما شاء الله وكافي الله تحس بعد رجعني يا اخو وهم يعرف احلاق حبيبي ادخل زاد اشوف شوف غبي اول مره اشوف واحد يلقى خصم 3000 وهو برا صرنا دي 3000 تاكي معنا لا هذا برا تحسين يا اخي ما تحسين واحد يلقى خصم من دريه تجي فل تدري ليه؟ تحس انه بيطلع يبغى يخلي له شيء سواه من انا وانت يبغى يعوض اليوم خذنا نجيب اليوم باج هذا اول مره ترى ياخذ اظن بالغلط احفظه والله الحين انا خذيته مره والله العظيم من عده ايام واجد اني استحقه بس مشخصني الموضوع معي شخص انا قويه حتى ما قد مدحوني ولا قد ثنوا علي وانا تاكي في البث اسكت 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 زلفك دايم في مشكله تبغى تهرج اني ابغى في همك يا ولد ذا قد خلصناها قبل ساعتين لا شو ودك فوق انت وين رايح؟ يا ولد عن الشعرنا هنا يعني بحلقه عدس هنا عادي رقبتي ودي استزلفك ودي اكلمك كل شوي ما عندك تفاحات ما كلها انا عرفت ما عندك تفاحات يا ولد دقيقه ابو علي ما في شعر طفل الكوميدي ولا حبه
ابو علي والله انه اضطر وجهه ما في شعر في تراب شكله صاخ اللي بوجهي سلطان امزع لاخوك سلطانك اخر شيء يا ولد تعال امزع لعبد الله اواني عن بطنك انا اخوك هالشغله بلا يروح يحلق بطني هو وجهي بس عبد الله عموك باختصار امك ممكن تدق مره ثانيه تشوف وجهك كذا تقوم من هو ذا؟ متسابق في ذا الشارع وينه؟ انا مو بليزي طيب يخصم عليك عبد الحسن لا بس ابشرك ابشرك سكريبت جابوا حلاق تركي جديد تعال اخو علي دزه شكله مخنزه وانحاش الوصف والله زف طويل زف صغير الحين 3:25 الحين دخل وقت الصلاه ما ادري والله الحين دخل وقت الصلاه يا سلطان عبود عبود سعد امانه امانه الزلوف اللي هناك الزلوف انا ما ابي الزلوف هنا ما عاد بشعر اهم شيء شوي انت بس ما ابي عكس هنا لا تعكس جاي عكس كهديب كهديب اللي هو الحين والله العظيم يرجع اسلت الشغل عياده البطانيه عند احمد رحي من الاسكندريه كنا اعلام مصري احمد رحي من الاسكندريه قسم البطنية نعم جاء شفت الثلاثة المصاري يطبلان في الصباح هذا ابوه نهرب من حمادة في جينا هنا نهرب هناك جينا هنا الله يطول والله ما عيش حمد كيف حلاقة؟ أمانة حلوة الله والله والله تدري والله خبر العراقي ذاك اللي يقوله شو يقول؟ الأصلع اللي أبو أذاني كركراك اثنين ذاك الإخوان لا لا الأصلع لا اللي يغني اللي يقوله دخلت مع حمد توك توك قاب وش مو توك توك مو فعلا خذ معه التوك توك وعلنوا ايش اسمه غنوني غنوني وكذا طيب حط بفيه عندك وجميل يسوي سعد ها سجلت سكريبت ويروح لعندي ذاك بس يقول سعد سجلت سكريبت وانا اعطيها وضعيه يا شباب تخربوا رزقي يا شباب ما ادري ما ادري بيض الله وجههم اللي جاب المغسل هنا بيض الله وجههم بيض الله وجههم اوه حماد خدمة حمادة حلقني ما طلع شعر طلع صاخ حمادة حلقتك عداد ظل كويس سوي شاورني النكبة يبغى يشاورني الذيب سعد الشهري يبغى يشاورني الذيب عادي يسمعونه بس حمادة ما يسمعنا يعني عادي يسمعونه الجمهور